بقيه القوات المشتركه للتحالف يتم التصريح فيها بحسب الاجراءات في اقل من 24 ساعه. العدد السفن المتواجده في الموانئ اليمنيه عدد 19 سفينه. المتواجده في مناطق رمي المخطاف في الحديده والصليف 4. المجموع الكلي لكافه الموانئ اليمنيه عدد 36 تصريح. تشاهدون بعض جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف في تقديم المساعدات لأهلنا وأشقائنا في اليمن في كافة المناطق اليمنية. في موقف العمليات لا تزال قوات التحالف تنفذ عملياتها في دعم للجيش الوطني اليمني في الداخل اليمني في كافة المحافظات في صعدة في الحديدة في البيضاء في تعز وكافة المحافظات اليمنية. ففي حجة نفذت قواتنا عملية على قرية الشليلة استطاعت السيطرة عليها، كما تقوم قواتنا في مديرية حيران بعمليات إعادة الاستقرار وتقديم المساعدات الإنسانية في هذه المديرية بعد أن تم تحريرها، وهناك عمليات مستمرة لنزع الألغام. في محور الملاحيض في مديرية الظاهر تمكنت قوات الجيش الوطني مدعوم من التحالف من السيطرة على جبل مقلوع في باقم، تم تنفيذ عمليات تعرضية هجومية، تمكنت قواتنا لله الحمد من السيطرة على جبل المصانع، جبل قعام، جبل الصماء، وهي هيئات حيوية حاكمة مسيطرة على مركز مديرية باقم. في محور الجوف في جبهة حام بإسناد من طيران التحالف تم استهداف تدمير عربات وتجمعات معادية في جبل عنبر، مرتفع الوروري، مرتفع قعيطة وصفر الحنية والوادي، والعمليات مستمرة لدعم الجيش الوطني اليمني. في محور تعز جبهة حيفان المفاليس غرب القبيطة قامت قوات الموالية للشرعية بعمليات تعرضية هجومية تم من خلالها تحرير مفرق النذير، موقع الحرز، وكذلك موقع الحبول. في صرواح قامت القوات الموالية للشرعية بدعم التحالف بعمليات استطلاع لمواقع الميليشيات الحوثية في أم صياد، وتم استهداف وتكبيد الميليشيا الحوثية خسائر في الأرواح والمعدات. في فرضة نهم في محور نجل العتق وحريب والمحور الأيمن قامت القوات الموالية للشرعية باستطلاع تحركات الميليشيات الحوثية في ركب حريب نهم، وتم استهداف تكبيد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. في محور البيضاء لا تزال قوات الموالية للشرعية تقوم بعمليات الاستطلاع لمواقع الميليشيات الحوثية في خدار العرجاء، تم استهداف ولا زالت الاشتباكات مستمرة والعمليات جارية لتطوير الموقف والتقدم والسيطرة على مواقع متقدمة بالجبهة. نعرض لكم بعض الانتهاكات الحوثية. كان هناك أحد الأنباء في موقع الأمم المتحدة عن تعرض صوامع البحر الأحمر وهي أحد الشركات اليمنية لنيران أو قصف بالهاون. ذكرت بعض المواقع اليمنية وكذلك الحكومة اليمنية في بيانات صادرة رسمية وخصوصا على لسان معالي وزير الإعلام اليمني الأستاذ معمر الإرياني أن الميليشيات الحوثية في محافظة الحديدة قامت بالدخول إلى مخازن اليونيسيف وكذلك برنامج الغذاء العالمي، وقامت أيضا بالدخول إلى صوامع القمح الموجودة في محافظة الحديدة. للأسف الشديد لم يكن هناك أي ردة فعل من المنظمات الغير حكومية أو منظمات الأمم المتحدة في إدانة هذا الأعمال العدائية من الميليشيات الحوثية واستخدام الأماكن المحمية بالقانون الدولي والإنساني. لا يمكن القول بأن تعرض هذه المنشآت أو هذه المخازن سوف يكون له تأثير مباشر على المدنيين، لا شك سوف يكون له تأثير مباشر على المدنيين، ولكن إدانة انتهاكات الميليشيات الحوثية من قبل منسق الشؤون الإنسانية في اليمن أو المنظمات الحكومية والغير حكومية هو مطلب لإظهار اختراقات الميليشيات الحوثية للقانون الدولي والإنساني. لا تزال الصواريخ البالستية وخصوصا من محافظة صعدة ومحافظة عمران تعتبر منطقة الإطلاق باتجاه المملكة العربية السعودية. تشاهدون أمامكم عدد الصواريخ البالستية منذ بداية العمليات العسكرية وحتى الآن، والتي بلغت حتى هذا التوقيت 197 صاروخ باتجاه المملكة العربية السعودية. تشاهدون في الشريحة بالمحافظات اليمنية عدد إطلاقات الصواريخ البالستية في صعدة، عمران، صنعاء، أمانة العاصمة، حجة، الحديدة، دمار، الجوف، إب. لا تزال كما ذكرت صعدة وعمران هي نقطة انطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المملكة العربية السعودية.
الصواريخ البالستية المطلقة خلال الفترة من 11 سبتمبر حتى 17 سبتمبر عدد 5 صواريخ باتجاه مدن وقرى حدودية باستهداف متعمد للمدنيين والمنشآت المدنية. نستعرض معكم بعض الأهداف العملياتية خلال الفترة والتي تم من خلالها تدمير قدرات الحوثية. يستمر التحالف في تحييد قدرات الميليشيات الحوثية للصواريخ البالستية واستمرار الدول الداعمة للإرهاب بتهريب الصواريخ البالستية. تلاحظون على الشريحة استهداف مهاجمة موقع إطلاق صواريخ بالستية للميليشيات الحوثية الإرهابية. تلاحظون أمامكم انفجارات ثانوية لأكثر من 40 دقيقة بعد الاستهداف، وتستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في تحييد وتدمير خطر هذه الصواريخ البالستية، ليس فقط على أمن المملكة العربية السعودية ولكن أيضا على الأمن الإقليمي والدولي. تلاحظون في الشريحة وفي الفيديو الانفجارات الثانوية من هذا الاستهداف. استهداف ومهاجمة مدفع الميليشيات الحوثية في محافظة صعدة مديرية شدا، عملية الرصد والمراقبة والتدمير. أيضا استهداف مهاجمة عربة نقل أسلحة الميليشيات الحوثية في محافظة صعدة في عمليات قطع طرق الإمداد للميليشيات الحوثية، عملية الرصد، عملية التدمير. أيضا استهداف عربة مسلحة الميليشيات الحوثية في محافظة صعدة في الملاحيظ. تلاحظون محاولة استخدام الغطاء النباتي وعمليات مستمرة لقطع طرق الإمداد والسلاح للميليشيات الحوثية. تشاهدون أمامكم إحدى العربات لنقل الأسلحة وهي مغطاة، عملية الرصد من منظومات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، عملية المراقبة وعملية الاستهداف والتدمير. استهداف مضاد للطيران للميليشيات الحوثية في محافظة حجة مثلث عاهم كما تلاحظون على الشاشة من نوع ZSU-23-2، عملية التدمير. أيضا استهداف مهاجمة مضاد للطيران في محافظة حجة، محاولة استخدام الغطاء النباتي، عملية التدمير. استهداف ومهاجمة صواريخ كاتيوشا من الميليشيات الحوثية في صعدة، محاولة استخدام الغطاء النباتي ووضع صواريخ الكاتيوشا تحت الأشجار، عملية الرصد والمراقبة والتدمير. استهداف مستودع ألغام كما تشاهدون في الدائرة، هذه الألغام موجودة بأحد نقاط الإمداد للميليشيات الحوثية، تم رصدها وتم تدميرها ولله الحمد. أيضا استهداف مضاد للطيران